بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا في حلقة جديدة وساعة جديدة من برنامجكم ساعة مرح. ساعة إن شاء الله راح تكون مليئة بالمتعة والفائدة والمرح مع مسابقاتنا الجديدة وألعابنا الجديدة اللي كلكم راح تستمتعون فيها وتستنسون وتلعبون معانا. علشان هذا الشيء لازم تتصلون علينا على الرقم 44 3 3 3 4 4 4. ننتظركم وننتظر كل مشاركاتكم وكل اتصالاتكم. أكيد معاي أنا وحصة راح تكون معاي بعد. حصة لحظة يا عبد الله لحظة. حصة إيش قاعدة تسوين يا حصة؟ آسفة يا عبد الله على التأخير. إيش كنتي قاعدة تسوين يا حصة؟ كنت أكل. شنو تأكلين؟ شنو كنتي تأكلين؟ شوكولاتة. هي نفسها اللي كنتي تأكلينها قبل ساعة ولا هذه واحدة ثانية؟ لا هذه واحدة أخرى. واحدة ثانية؟ يعني ما أدري يعني اليوم أنتي كم حبة كليتي؟ كم من حبة لحظة في الصباح والظهر؟ أربع حبات. أربع حبات من الكوافي والحلويات؟ وللحين يعني احنا للحين الساعة 4 تونا بداية اليوم وكليتي 4 حبات؟ صحيح. ما يصير يا حصة، ليش كلتي 4 حبات؟ إنها لذيذة ونوع الشوكولاتة المفضل لدي. يعني تحبين هالنوع. يعني دائما تحبين هالنوع تاكلين مرة مرتين في اليوم. ما يصير يا حصة تاكلين 4 5، يعني لين ما ترقدين. كم بعد بتاكلي؟ كم حبة بعد ممكن تاكلين؟ لا أعرف، يمكن كمان حبتان أو ثلاث. ممكن توصلين 10 حبات في اليوم يصير؟ إنها لذيذة يا عبد الله. ما يصير، حتى لو كانت لذيذة بس فيها كمية سكر كبيرة يا حصة، فما يصير تاكلين. والسكر والحلويات والكوافي كثرتها ممكن تسبب السمنة، ممكن تقلل المناعة عند الشخص وتضر الشخص كثير 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 يا حصة. ما يصير حقا؟ إيه، وإحنا قبل بعد تكلمنا، أنا قلت لك قبل إن قلنا إن الوجبات السريعة ما يصير ناكلها، صح؟ صحيح. يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، بس دائما ما ناكل الوجبات السريعة. وأيضا الحلويات والكوافي اللي ممكن إن فيها كمية عالية من السكر وتضرك يا حصة. صحيح. فأنت اليوم كليتي 4 حبات، يعني بتاكلين بعد ما نخلص الحلقة ولا خلاص؟ لا بعد هذا الكلام أكيد لا، خلاص. زين، وفي اليوم كم حبة ممكن تاكلين يا حصة؟ واحدة فقط. بس واحدة؟ يعني أنا بسامحك بقول لك واحدة أو ثنتين في اليوم كامل يا حصة، زين؟ حسناً. خلاص، حصة قالت لكم إنها ما راح تكثر من الحلويات والكوافي وراح تاكل يعني بشكل قليل، وتاكل بس الاحتياج اللي تحتاجه، ما تزيد لأن السكر كثرته ممكن تضرك يا حصة، صح؟ صحيح. إنزين، إحنا الحين بدينا الحلقة وأنا رحبت أصدقائنا، بس أنتي ما رحبتي فيهم. صحيح. يلا رحبي فيهم يا حصة. أهلاً وسهلاً بأصدقائي في حلقة جديدة من ساعة مرح. ولا تنسوا أن ترسلوا صوركم وفيديوهاتكم ومواهبكم على نفس الرقم 44 3 3 3 4 4 4. وأكيد يا حصة أصدقائنا كلهم احفظوا هذا الرقم وراح يتصلون على هذا الرقم، وهذا الرقم بعد تقدرون ترسلون عليه صوركم وتنضمون ويانا فيه إلى نادي ساعة مرح. وبعد تقدرون ترسلون على نفس الرقم المجسمات اللي تسوونها في البيت، الرسومات اللي تسوونها في البيت، الألعاب اللي تسوونها، أي شيء ممكن تسوونه في البيت ترسلون على هذا الرقم وإحنا نشوفه وممكن ناخذه من عندكم ونحطه عندنا في الحديقة، صح؟ أكيد. يعني نزين الحديقة بمجسمات وألعاب ورسومات أصدقائنا. وأول اتصال اليوم معانا في الحلقة منو؟ أنا ولا أنت يا حصة؟ أنا أول اتصال يا عبد الله. يلا خذي أول اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا، مين معي؟ يوسف. أهلا يا يوسف. يوسف كم عمرك؟ 6 سنوات. وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ يوسف ست، أبي أصبح طيار حربي.
حربي. طيار حربي، يا سلام. هل سمعتي عبد الله؟ ايه سمعت، بس يوسف اسمعنا من التليفون مو من التلفزيون عشان ترد علينا اسرع. يوسف اهلا. اسمعنا من التليفون او من الجوال مو من التلفزيون. ليش تبي تصير طيار حربي يا يوسف؟ نفس عمي. نفس عمك، زين ما شاء الله عليك يا يوسف. وان شاء الله تصير طيار حربي وتكبر. بس اللي يبي يصير طيار حربي شنو لازم يسوي؟ يتدرب. يتدرب ويدرس ويجتهد. يا سلام عليك. يا سلام عليك يا يوسف. زين حصة تبين تسلينا شيء؟ أكيد أكيد أكيد. يوسف هل تحب الحلويات؟ إيه. يا سلام، وما هي الحلويات المفضلة لديك؟ أحب الكوفي اللي فيه نكهة الحليب. تحب الكوافي اللي بنكهة الحليب. زين يا يوسف، دام ان انت تحب الكوافي وتحب الحلويات، كم حبة تاكل في اليوم؟ حبة. حبة واحدة بس تاكل في اليوم؟ ايه. وتكفيك الحبة؟ يعني ما تحتاج مثلا 3 4 5 حبات زيادة؟ لا، واحدة فقط. أحسنت أحسنت يا يوسف. يعني يوسف قاعد تسوي شيء حلو، تاكل حبة في اليوم وتكفيك، صح؟ إيه. إنزين حصة اليوم يعني للحين كلت 4 حبات، شنو تقول حق حصة؟ أسنانك بتسوت. أسنانك بتسوت. صحيح. حصة سمعتي؟ إنزين الناس اللي يأكلون وايد وايد حلويات شنو بعد تقول لهم يا يوسف؟ لا تاكلوا وايد، اسنانكم بتعوركم. اسنانك بتعوركم، صح؟ يعني صحيح. يوسف انت تحافظ على اسنانك بعد، صح؟ يوم تاكل حبه واحده في اليوم بس. انزين يا يوسف، شنو الاشياء اللي انت تبي تتعلمها بعد؟ اشياء جديده يعني تبي تتعلمها الفتره الجايه؟ ها يوسف؟ ألعب كرة. تلعب كرة. يا سلام. حلو. زين أي نادي تشجع يا يوسف؟ السد. نادي السد، ما شاء الله، حلو. زين يا يوسف، شنو حاب تسمعنا اليوم؟ يلا. ها يوسف؟ بقرأ صوت الأخلاق. يلا تفضل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا يوسف، يعطيك العافية. والحين جاهز لعبتنا؟ إيه. يلا هيا. عندنا لعبة جديدة ونعطيك عجلة الحظ ونشوف عجلة الحظ شنو راح تختار لك. والعجلة عندك يا حصة، يلا. هيا تحركي. الله، رتب الأحرف. يا سلام يا يوسف، هل تعرف هذه اللعبة؟ لا. هيا سنعطيك كلمة حروفها غير مرتبة وعليك ترتيب الأحرف. يلا يا يوسف، نعطيك كلمة الحين وحروفها مو مرتب وانت ترتب لنا الحروف. جاهز؟ يلا هيا. نشوف مع بعض الكلمة شنو تقول والحروف. عندك جيم وشين وألف وعين، وبدأ الوقت. يلا هيا. الحرف الأول. نعطيه الحرف الأول. يلا أعطيه حصة الحرف هيا الأول. هيا شين. الحرف الأول شين يا يوسف. يلا. شنو الحرف الثاني؟ شين. شين. الثاني. الحرف الثاني ألف. لا لا، شين بعدين جا. شنو شين؟ شنو شنو الحرف الثاني؟ يوسف يوسف يوسف. جيم. جا. زين قال جا يعني جيم. زين جيم بعدين شج. شجاع. شجاع.
يا سلام. وانت يا يوسف تبي تصير طيار حربي، واكيد لازم تكون شجاع. بس قبل ما اقول لك الاجابه صح ولا غلط، خلنا نسمع التشجيع اللي عندك. يلا يا سلام، عنده مشجعين ويصفقون له اكثر بعد ما يعرفون ان اجابه يوسف اجابه شنو يا حصه؟ اجابه صحيحه. اجابتك صحيحه يا يوسف، شكرا على اتصالك ويعطيك العافيه. وننتظركم اصدقائنا وننتظر كل مشاركاتكم معنا على الرقم 44-333-4444. والحين يا حصه عندي لك فقرة جميلة جدا جدا، شنو تتوقعين؟ يا سلام، الرسم؟ الرسم، عندنا فقرة الرسم الحين ورسمة جديدة يا حصة. يا سلام، رايك نشوفها؟ أكيد، هيا يلا نشوف مع بعض رسمة اليوم ونرجع بعدها. سلام يا عبد الله، هل رأيت الرسمة؟ رائعة وسهلة جدا. وايد حلوة الرسمة يا حصة، وايد سهلة. ومثل ما نقول لكم دائما رسوماتنا تشوفونها وتقدرون تطبقونها وانتم قاعدين في البيت بسهولة، ولازم ترسمون وترسلون لنا واحنا نشوف رسوماتكم، لأن يا حصة يمكن أكثر أصدقائنا اللي منضمين معنا لنادي ساعة مرح يحبون الرسم، صح؟ صحيح، لذلك احنا خصصنا لهم هذه الفقرة الجميلة، فقرة الرسم، يتعلمون فيها ويرسمون رسومات ويرسلون لنا أكيد على رقمنا 44-333-4444. صح يا حصة؟ أكيد أكيد. اليوم مثل ما قال لنا يوسف قبل شوي، صديقنا اتصل علينا قال إنه ياكل حلويات وياكل الكوافي مرة واحدة باليوم، صح؟ صحيح، وأنا سأفعل ذلك يا عبد الله.
عشان بعد سألناه ليش تاكل مرة واحدة ما تاكل 4 5 6 مرات، قال لأن كثرتها ممكن تسوس الأسنان وتضرنا، فلذلك ناكل مرة واحدة علشان نحافظ على أسناننا وعلى أساس أننا نبتعد عن أمور كثيرة ممكن أنها تضرنا. صحيح حصة؟ صحيح صحيح أكيد. يلا نقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، منو معاي؟ اسلام مروان. اسلام مروان صديقنا. اهلا اهلا اسلام. يا اسلام، انا على طول عرفته يا حصه، وانا ايضا بس كنت ناطر انه يقول اسمه اسلام. اسلام كيف حالك؟ طيب اصدقائي. اهلا صديقنا. أهلاً اسلام. اهلا يا صديقنا، اشتقنا لك يا اسلام، من زمان ما اتصلت علينا. ذكرنا بس اسلام، كم عمرك وشنو تبي تصير يوم تكبر؟ 10 سنوات وحشتغل قطر البترول. يا سلام عليك يا اسلام. انزين اسلام، انت صديقنا واكيد احنا مشتاقين لك ومشتاقين نسولف معاك، بس ذكرنا يا اسلام او قل لنا اليوم ايش رايك في موضوع حلقتنا؟ شفت حصه اليوم ايش كانت تسوي؟ لا غلط، تصرف خاطئ. ليش تصرف خاطئ يا اسلام؟ عشان حافظ على أسناننا وما تجينا التسوس. انزين انت يا اسلام، يعني انت كم مره تاكل الحلويات وتاكل الكوافي في اليوم؟ مره. اكيد مره واحده بس. والحين ولا مره. ليش ولا مره؟ قل لنا السبب. عشان احافظ على اسناني. تحافظ على اسنانك وتحافظ على وزنك وتحافظ على ان امور كثيره، صح ولا لا؟ بس دائما يا اسلام بعد انك ما تاكل حلويات وما تاكل الكوافي لازم بعد تسوي رياضه، صح؟ صح. انزين شنو الرياضات اللي تسويها انت يا اسلام؟ كره قدم والسباحه وألعب الجمباز. يا سلام يا سلام، جمباز. هل يا إسلام تريد أن تراني وأنا ألعب الجمباز؟ نعم. هيا يعني يلا يا حصة خلنا نشوف. يا سلام، هل رأيت يا إسلام؟ هل هي حركة صحيحة؟ شو رأيك في الحركة اللي سويتها يا إسلام، صح ولا غلط؟ غلط. غلط يا حصة، ايش دعوة؟ ما علي حصة راح تتعلم، راح تتعلم وتتدرب أكثر إن شاء الله، وبعدين تتحداك يا أسلام. أنت فنان في الجمباز؟ بعلمها. أوه. يا سلام، وأنا جاهزة. خلاص يا أسلام، دام إن أنت فنان لازم تصور فيديو وتطرش لنا وإحنا نشوفه إن شاء الله ونعرضه حق أصدقائنا. زين يا اسلام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. زين يا اسلام، قل لنا بعد شنو الاشياء الجديده اللي انت بتتعلمها؟ التلوين والرسم. حلو، قاعد تشوف فقرتنا، فقره الرسم تتعلم منها؟ والصيد. حلو، يبي يصيد بعد. زين انت يا اسلام تصيد شنو يا اسلام؟ صيد شنو؟ أسماك. حلو، يعني جميل. لازم تكون سباح فنان وأكيد تروح وتصيد وتتعلم إن شاء الله على الصيد. زين يا أسلام، يلا شنو حاب تسمعنا اليوم؟ أنشودة. حلو، يلا تفضل. هيا. نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد، نحن الشباب شعارنا على الزمن، عاش الوطن لنا له يوم المحن، أرواحنا بلا ثمن يا وطني، حداك ذم مثلك من يرعى الزمم، علمتنا كيف الشمم وكيف نقهر الألم. يا سلام عليك يا إسلام، رائعة. شكرا لك يا إسلام، والحين راح نعطيك إن شاء الله 3 ألعاب تختار لنا لعبة من هالثلاثة. جاهز إن شاء الله. يلا يا إسلام، عندنا يا إسلام، قولي لي يا حصة شنو ألعابنا؟ اللعبة الأولى ما هو، واللعبة الثانية الحروف، واللعبة الثالثة رتب الجملة. ماذا تختار؟ الجملة. ترتيب الجملة. يا سلام، راح نعطيك يا إسلام جملة مش مرتبة، كلماتها مش مرتبة، وأنت ترتب لنا الكلمات وتحطها في المكان الصحيح. جاهز؟ جاهز. يلا نشوف مع بعض الجملة اللي عندنا.
الكلام ودل ما قل خير. ها عندك 30 ثانية. هيا يا إسلام. ما الكلام؟ لا 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 انتظر انتظر. حصة أعطيك الكلمة الأولى شنو؟ خير. يلا خير. خير الكلام. ما قل ودل. انزين قولها لنا مرة واحدة كاملة الحين مرة ثانية. خير الكلام ما قل ودل. خير الكلام ما قل ودل. وإجابتك يا إسلام صديقنا إسلام مروان شنو يا حصة؟ أكيد إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. شكرا لك يا إسلام على اتصالك. ننتظر اتصالك مرة ثانية ولا تقطعنا يا إسلام حصة. يعني إسلام صديق البرنامج ودائما يتصل لنا وعندنا الكثير من الأصدقاء بعد، فننتظر أصدقائنا كلهم يتصلون علينا مرة مرتين وثلاث، صح ولا لا يا حصة؟ أكيد ننتظرهم كلهم، ولكن نطلع هذا الفاصل وبعده نواصل معاكم. ورجعنا لكم أصدقائنا ونرحب فيكم بعد هذا الفاصل، وما زلنا مستمرين في ساعة مرح. احنا وياكم مثل ما قلنا لكم من يوم الأحد لين يوم الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5، شاركوا ويانا واتصلوا علينا على الرقم 44 333 4444. هذه الأرقام ننتظر مشاركاتكم عليها، وأكيد ترسلون لنا عليها شنو يا حصة يرسلون بعد؟ صورهم وفيديوهاتهم ومواهبهم أيضا. حلو. اليوم يا حصة احنا قاعدين نتكلم عن أن كثرة الحلويات وكثرة الكوافي والأمور هذه اللي فيها سكر بكمية كبيرة وعالية ممكن أنها تضرنا وممكن أنها يعني تزيد من الوزن اللي عندنا وتسبب السمنة، صح يا حصة؟ صحيح صحيح. فلذلك احنا ما نكثر من الحلويات وما نكثر من الكوافي في اليوم. يعني حصة اليوم كلت 4 حبات للحين وكانت ناوية تاكل أكثر وأكثر، بس شنو راح تسوين يا حصة؟ لا خلص سأقف ذلك فورا. راح توقف وما راح تاكل مثل ما سمعت أصدقائنا، حتى قالوا لها ما يصير ناكل كثير في اليوم، ناكل حبة حبتين بالكثير وما نزيد من الحلويات والكوافي اللي ممكن ناكلها. واليوم يا حصة يلا عندك الاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مين معي؟ زيد. أهلا يا زيد. زيد كم عمرك؟ عمري 12. 12. وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ ضابط. ضابط. يا سلام أحسنت يا زيد. هيا أخبرني يا زيد، هل تذهب إلى المدرسة؟ نعم. وما هي أهم الأشياء تأخذها معك؟ كتبي وشنطتي. هناك شيء مهم في هذه الأيام. ها. الاختبارات. لا مش لا الاختبارات لا. يا زيد في أشياء مهمة، في شيء مهم لازم تحطه على وجهك يعني من طالع. الكمامة. الكمام. أي الكمام قال. زين بس زيد ممكن أطلب منك طلب؟ تفضل. قصر على صوت التلفزيون شوي عشان تسمعنا بوضوح. قصرت. يلا يا زيد يلا حصة شو تبي تسلينا؟ أهم شيء يا زيد لما تذهب إلى المدرسة يجب أن تلبس الكمامة والقفازات والمعقم وتحافظ على المسافة البعيدة مع أصدقائك. صح. انزين يا زيد اليوم حصة كلت لها 4 ما أدري 5 حبات من الكوافي والحلويات، ايش رايك في هالتصرف؟ هذا شيء مضر في الصحة. مضر في الصحة. انزين شلون يعني مضر يا زيد؟ فهمني اكثر. هذا يسبب السكر والسمنة المفرطة. يسبب السمنة المفرطة ويسبب السكر ويضر وما يخلي الانسان صحي ورياضي، صح يا زيد؟ صح. انزين يا زيد لازم اهتم في شو اسمه؟ لازم اهتم في الرياضة. حلو تهتم في الرياضة، بس أنت يا زيد كم حبة تاكل في اليوم؟ يعني كم حبة من الكوافي والحلويات تاكل؟ واحدة. حبة واحدة بس؟ إيه واحدة بس عشان
أهتم في جسمي. ما شاء الله. زين أحسنت يا زيد. زين زيد أنت إنسان رياضي يعني؟ إيه إنسان رياضي. شنو الرياضة اللي تسويها؟ خفيف. شنو الرياضة اللي تحب تسويها؟ أحب المشي. المشي. وأحب السباحة. والسباحة حلو يا زيد. زين شنو الأشياء الجديدة اللي تبي تتعلمها؟ يعني رياضات جديدة في بالك حاب إنك تتعلمها إن شاء الله؟ أصير معضل. تصير معضل حلو. يبي يدخل نادي ويشيل حديد. بس يا زيد يعني الحديد بالنسبة لك هالعمر ما ينفع، لازم تكبر شوي وتنتظر. عمري 18 بدخل. اي ان شاء الله يصير عمرك 18 19 تدخل النادي وتشيل الحديد ان شاء الله، بس الحين تحاول انك تحافظ على وزنك، تحاول انك تسوي الرياضات الثانيه اللي تناسب عمرك، مثلا تلعب كوره، تركض، سباحه، هذه الاشياء تساعدك الحين على اساس انه يوم تكبر تكون عندك لياقه عاليه وتقدر ان شاء الله تدخل النادي وتشيل الحديد ان شاء الله. ان شاء الله يا زيد. يلا حصيتي وانت تسمعين شيء؟ اكيد. هيا يا زيد اسمعنا شيء. شو اسمه، أنا ما عندي شيء أسمعي، بس أنا بس هذا السؤال حق الرياضة. إنزين إنزين، بس قبل ما نسألك يا زيد، سمعنا أي شيء مثلا نشيدة خليته في المدرسة، قرآن نسمعه منك؟ لازم تسمعنا شيء قبل ما نسألك. يلا تفضل. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. زين يا زيد، الحين راح نعطيك لعبة وراح نعطيك عجلة الحظ، وعجلة الحظ راح تختار لك اللعبة بشكل عشوائي. جاهز؟ جاهز. يلا نشوف عجلة الحظ شنو راح تختار لك. عجلة الحظ معاك يا زيد، واختارت لك أكمل الصورة. حلو، تعرف هاللعبة يا زيد؟ ايه. انزين راح الحين تطلع لك صورة على الشاشة، الحين شوف التلفزيون، تطلع لك صورة ووصل لنا الصورة الأرقام بالحروف. جاهز؟ جاهز. يلا نشوف مع بعض الصورة ونشوف الصورة اللي راح تطلع لك الحين يا زيد. ها طلعت الصورة؟ يطلع. يلا وصل لنا الحروف بالأرقام، عندك دقيقة. أول واحد جيم. أي جيم مع شنو؟ مع رقم واحد. مع واحد. حلو. أحسنت. باء مع اثنين. باء مع اثنين. حلو. ألف مع ثلاثة. ألف وثلاثة. يا سلام عليك. دال مع أربعة. دال وأربعة. شنو طلع لك يا زيد؟ شنو هالحيوان؟ الطير كامل. بغبغاء. البغبغاء. وبالبغبغاء لونه أصفر وجميل وحلو. ويا زيد إجابتك أكيد شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. صحيحة إجابتك يا زيد، شكراً على اتصالك ويعطيك العافية. ومثل ما قال زيد يا حصة، ناكل حبة واحدة في اليوم من الحلويات والكوافي على أساس إنه ما يجينا السمنة المفرطة مثل ما قال، وما يجينا السكر، ونحافظ على لياقتنا، ونسوي رياضة دائماً دائماً، ونمشي مثل ما زيد يحب المشي. لازم كلنا نمشي في اليوم أقل شيء نص ساعة. صحيح حصة؟ صحيح صحيح. والحين يا حصة عندي لك أنا فقرة جديدة وفكرة جديدة. يا سلام. تبين تشوفين فكرة اليوم؟ أكيد. نشوف فكرة اليوم الجميلة والجديدة ونرجع بعدها. أنا اسمي نية، عمري 10 سنين، راح أعملكم دبدوب.
حصة ايش رايك؟ شفتي الدبدوب؟ يا سلام، دبدوب رائع وجميل جدا. اعجبك يعني؟ جدا. خلاص ننتظرك واشوف متى بتسوين نفس هالدبدوب. يا سلام، اكيد اكيد يا حصة. ونذكر اصدقائنا ان احنا في كل حلقة عندنا لكم فكرة جديدة، عندنا لكم رسمة جديدة، نتعلم معاكم ونعلمكم بعض الاشياء اللي ممكن ان تسوونها وانتم قاعدين في البيت. وحصة اليوم ما شاء الله عليها، يعني غير انها كلت حلويات وايد، بس اليوم حصة خلصت دروسها صح؟ جميعها. خلصتي واجباتك ودرستي؟ كم ساعة اليوم درستي يا حصة؟ اليوم يعني تقريبا ساعتان إلى ساعتان ونص. يا سلام عليك، يعني أمس أصدقائنا بعد ما خلصنا الحلقة أنا شفت الواجبات وشفت الدروس اللي حلتهم حصة وعطيتها صح. صحيح، لأنها حلتهم بإتقان وكانت متأكدة من الإجابات، وكل ما أسألها سؤال تجاوبه. فاليوم بعد راح نشوف شنو حلت ونعطيها صح، ومثل ما وعدت حصة مع نهاية هذا الأسبوع نعطيها هدية إن شاء الله إذا حلت عدل وكانت دارسة عدل. صح؟ صحيح. فإحنا ننتظر أصدقائنا، وبعد أصدقائنا يا حصة لازم يدرسون صح؟ أكيد. يعني نقول الحين ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. منو معاي؟ راشد عبد الرحمن. راشد، كم عمرك يا راشد؟ ستة. ستة؟ سبعة. سبعة. ستة ويا سبعة يا راشد؟ سبعة. متأكد؟ خلاص آخر كلام. ايه سبعة. زين يا راشد، شنو تبي تصير يوم تكبر؟ طيار حربي. طيار حربي ما شاء الله، عندنا اليوم اثنين يبون يصيرون طيارين حربيين. زين يا راشد، ليش تبي تصير طيار حربي؟ عشان احمي بلدي. عشان تحمي البلد. يا سلام عليك يا راشد. زين، اللي يبي يصير طيار حربي شنو لازم يسوي؟ يدرس ويتفوق. يدرس ويتفوق ويجتهد. يا سلام عليك يا راشد. زين راشد، قل لي كم حبة من الحلويات والكوافي تاكلها في اليوم؟ واحدة. واحدة بس؟ حبة واحدة تاكل؟ ايه بس واحدة. اكيد يا راشد. ايه اكيد. يا واحدة. سلام، احسنت يا راشد. زين، ايش رايك؟ ايش رايك في الناس اللي ياكلون 4 5 6 10 حبات في اليوم؟ خطأ. ليش خطأ؟ صحي. مو بصحي. وبعد شنو ممكن يصير حق الناس اللي كل يوم ياكلون مثلا 10 حبات من الكوافي والحلويات؟ تسوس. تسوس. ومو بصحي. اذا شنو النصيحه اللي انت تقولها لهم؟ شنو لازم يسوون؟ ان ما يكثرون من الحلويات وياكلون بس واحده كل يوم. كل يوم واحده. سمعتي يا حصه؟ سمعت يا عبد الله. خلاص حصه ان شاء الله من بكره راح تاكل حبه واحده بس في اليوم. انزين يا راشد، انت قل لي الحين، انا عندي لك سؤال ثاني، كم ساعة تدرس في اليوم؟ 5 ساعات. 5 ساعات تدرس؟ 5 ساعات حقا؟ نعم. زين، وكم ساعة تلعب؟ ساعتين. تلعب وخمس ساعات تدرس، يعني ما شاء الله عليك فاهم الدراسة كلها صح يا راشد؟ صح. انزين، شنو أكثر مادة تحبها في المدرسة؟ كيفك. شنو؟ رياضيات. انزين، دام قلت رياضيات لازم نختبرك. جاهز؟ جاهز. تبي جدول الضرب ولا تبي زائد وناقص؟ زائد. زائد؟ ما اخذت جدول الضرب للحين؟ للحين ما اخذت. زين، نعطيك زائد. يلا حصة عطي. هيا، 5 + 5 + 2 12. حلو يا راشد. يا سلام يا راشد، احسنت. ما شاء الله عليه راشد، مركز. صحيح. يا حصه. زين راشد، قل لي بعد، انا لازم اعرف شنو الاشياء الجديده اللي تبي تتعلمها انت ان شاء الله، اللي في بالك حاطه في بالك تقول انا ابي اتعلم هذا الشيء. اسبح. تسبح. حلو. وبعد ركوب الخيل. يا سلام، نفسي انا وحصه. صحيح. صح. حلو يا راشد. زين يا راشد، يلا شنو حاب تسمعنا اليوم؟ اللقطه. يلا سمعنا.
إلا قطر لو تطلب الروح تبشر أرواحنا ترقص ويكرم سراها تميني شعبك تحتي أمرك وأشر المسك حز سيف وحنا معاها. يا سلام عليك يا راشد يعطيك العافية. بس مرة ثانية سمعنا يا مع لحن حلو، أنا أحس أن صوتك وايد حلو يا راشد، صحيح حسن؟ صحيح يا عبد الله. مرة ثانية راشد بيتصل بيسمعنا إياها يعني بصوت بعد أحلى وأحلى من اللي سمعنا إياه اليوم. الحين يا راشد بنعطيك ثلاث ألعاب وتختار اللعبة اللي تبيها، جاهز؟ جاهز. يلا عندنا شنو يا حصة؟ اللعبة الأولى ما هو؟ واللعبة الثانية الحروف، واللعبة الثالثة رتب الجملة، ماذا تختار؟ الجملة. الجملة. ما شاء الله عليك يا راشد. والحين تعرف شنو اللعبة ولا أشرح لك إياها؟ أعرف. يا راشد الزين، يلا نعطيك جملة ورتبها لنا، خلينا نشوف الجملة شنو هي. ما شاء الله شكل راشد يتابعنا كل يوم. صحيح. كل يوم تشوف ساعة مرح يا راشد؟ إيه. ما شاء الله عليك. يلا راشد عندك الجملة واللي مو مرتبة، عندك قوة الاتحاد في شنو ممكن الجملة تكون؟ اتحاد في القوة. لا فكر، ما راح نساعدك، ما اقدر اساعدك لانها سهلة. القوة في الاتحاد. لا في ها في شنو؟ قوة الاتحاد. لا غير 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 الكلمتين. في الاتحاد القوة. ايه شنو قولها مرة ثانية. في الاتحاد القوة. في الاتحاد قوة، يعني إذا احنا اتحدنا مع بعض وكنا يد واحدة مع بعض دائما راح نكون أقوياء. وإجابتك يا راشد شنو يا حصة؟ أكيد صحيحة. شكرا لك يا راشد على اتصالك. راشد ننتظر اتصالك مرة ثانية وتسمعنا قصيدة ثانية ونشيدة ثانية أحلى بصوتك الحلو يا راشد. فننتظرك وننتظر كل أصدقائنا يشاركون ويانا ويتصلون علينا أكثر وأكثر. احنا وياكم راح نكمل ساعة مرح ولكن بعد هذا الفاصل. نرجع وياكم أصدقائنا في ساعة مرح ونكمل برنامجنا معاكم. احنا وياكم من يوم الأحد لين الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5. اتصلوا علينا على أي رقم يا حصة؟ على رقم 44-333-444. يا سلام. واليوم حصة يعني أكيد تعلمت من درس اليوم إنها ما راح تاكل حلويات، ما راح تاكل كوافي بكمية كبيرة في اليوم على أساس إنها ما تضر نفسها قبل ما تضر غيرها. اللي يأكل الحلويات بكثرة، يأكل الكوافي بكثرة، ويأكل السكر بكمية كبيرة ممكن إنه يضر نفسه، ممكن إنه يعني يقل عنده النمو، ممكن إنه يزيد إصابته بالسكر، ممكن إنه تجيه جلطات في القلب، ممكن إنه يعني يكون تسوس في الأسنان. كل هذا يا عبد الله. شنو؟ كل هذا؟ إيه كل هذا. وبعد ممكن إنه يعني يكون عندك السمنة المفرطة يا حصة وتسوس الأسنان، يعني كل هذا من السكر. تخيلي يا حصة. لا 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 يا عبد الله، واحدة فقط. وأكيد يعني إذا مثلاً كنتي محتاجة للسكر وكنتي تبين تاكلين تروحين تاكلين فواكه يا حصة. عندك الفواكه جداً لذيذة وجداً يعني فيها فيتامينات كثيرة، فيها أشياء وايد من الطاقة، وأكيد تخلينا ناس صحيين وتخلينا بنشاط وحيوية دائماً يا حصة. أكيد يا عبد الله. فأحنا ناكل حبة واحدة من الحلويات والكوافي وباقي الوقت ناكل فيها الفواكه، ناكل فيها الخضروات المفيدة، الأكل المفيد الصحي على أساس إنه نكون ناس صحيين ونشيطين دائما، صح؟ أكيد صحيح. فإحنا أصدقائنا وياكم أنا أقول هذه النصيحة الحصة، وأكيد لكم بعد أصدقائنا كلكم لازم تنتبهون لنفسكم ولازم يعني تتبعون هذه الإجراءات على أساس إنه تكونون ناس صحيين في حياتكم. ونذكركم إنه دائما اتصلوا علينا ودائما شاركوا معانا، وإحنا وياكم ننتظر كل مشاركاتكم وكل اتصالاتكم. والاتصال جاي حصة. يلا عندك هالاتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا مين معي؟
معكم أمينة. أهلا يا أمينة. أمينة لدي طلب، أرجو أن تسمعيني من الهاتف وليس من التلفاز. نعم أسمعك. شكرا لك يا أمينة. عفوا. أمينة كم عمرك؟ عمري 10 سنين. 10 سنوات، وماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ أريد أن أصبح معلمة. معلمة ماذا؟ معلمة عربي. معلمة عربي، يا سلام. هيا أخبريني لماذا؟ لأني أحب اللغة العربية. يا سلام، أحسنتي يا أمينة. هل سمعتي عبد الله؟ إيه ما شاء الله عليها أمينة، تحب اللغة العربية وأول معلمة في حلقة اليوم، صح؟ صحيح. ما شاء الله عليك يا أمينة. زين أمينة، عندي لك سؤال، كم مرة تأكلين الحلويات والكوافي في اليوم؟ آكل في اليوم حبتين من الكوافي والحلويات. إيه حلو. زين ليش ما تأكلين أكثر؟ أنا بعدين أسنانك تصير فيها سوس واجد. إيه أسنانك يصير فيها سوس واجد. إنزين، والناس اللي يأكلون وايد 14 حبات في اليوم شنو تقولين لهم؟ إنه ما يأكلون واجد لأن بعدين يجيهم سكر أو أسنانهم يصير فيها سوس. حلو يا أمينة. إنزين، والناس اللي يأكلون حبة وحبتين في اليوم نفسك شنو بعد تقولين لهم؟ يقللون منها. يقللون منها بعد؟ ياكلون حبة باليوم. حبة باليوم. زين مثلا انت كليتي حبة في اليوم او كليتي حبتين في اليوم، بس بعد تحتاجين مثلا سكر، تحتاجين الامور هذه، شنو تسوين؟ شنو البديل؟ شنو تاكلين غير الحلويات والفواكه انا قلت خلاص الحلويات والكوافي. أكل فواكه. تأكلين فواكه؟ صحيح. صح. صحيح. شنو أكثر فاكهة تحبينها يا أمينة؟ الفراولة والموز. الفراولة والموز، يا سلام. أنا أحب التفاح يا عبد الله. يا سلام عليك. أنا تعرفي شنو أحب يا حصة؟ ماذا؟ أحب المانجا أنا. يا سلام. كلنا نحب أنواع حلوة من الفواكه، ولكن دائما نأكل الفواكه يا أمينة ما شاء الله عليك. ودائما إذا مثلا ما كنا نبي نأكل الفواكه شنو ممكن نسوي يا حصة؟ ناخذ الفاكهة هذه وبنسويها عصير ونشرب بعد، صح؟ صحيح صحيح، فكرة رائعة. ايه يا سلام عليك يا أمينة. زين أمينة قولي لي شنو تعلمتي وانتي قاعدة في البيت؟ تعلمت مثلا رسمتي، مثلا تعلمتي الطبخ. ايه تعلمت الرسم. الرسم حلو. وبعد طبختي ولا لا؟ ايه. شنو طبختي؟ ماذا طبختي؟ طبخت اندومي. اندومي. زين حلو حلو، شاء تعلمين تطبخين اشياء اكثر واكثر، بس بعد ساعدتي امك وابوك في البيت؟ ايه ساعدتهم. حلو، دائما لازم نساعدهم واحنا قاعدين في البيت. يلا يا امينة، انا الحين حاب اني اسمع منك شيء، شنو حابة تسمعينا؟ اسمعكم سورة الفاتحة. يلا تفضلي. أو لا، سورة الانشقاق. يلا سمعينا جزء منها. يلا. أوكي. يلا أمينة. أوكي الحين بسمع. هيا أمينة، شكلها راح تدور الحين السورة وتقراها لنا، صح؟ لا لا. يلا سورة الانشقاق ولا تسمعينا الفاتحة؟ الضحى. يلا الضحى، يلا سمعينا سورة الضحى. يلا. والضحى. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا أمينة، يعطيك العافية. حصة نعطيها الحين 3 ألعاب جاهزة. هيا، هل أنت جاهزة يا أمينة؟
يلا أعطيها الألعاب يلا. هيا. اللعبة الأولى ما هو؟ واللعبة الثانية الحروف، واللعبة الثالثة رتب الجملة. ماذا تختارين؟ رتب الجملة. رتب الجملة بعد. زين يا أمينة. يلا نشوف يا أمينة عندك جملة الحين راح نعطيك مش مرتبة، رتبيها لنا. يلا نشوف الجملة مع بعض والكلمات اللي مو مرتبة، وأمينة راح ترتبها لنا أكيد. عندك شيء، شاب، من، عليه، شب، على. يلا. من شب. حلو. من شاب على شيء. لا من شنو الكلمة الثانية؟ شاب. لا من شب. شب حلو. من شب على شيء. على ايه؟ شيء حلو. شاب حلو. عليه. زين قوليها لنا، قوليها لنا كلها مرة واحدة. شنو؟ من شب على شيء شاب عليه. من شب على شيء شاب عليه. إجابتك يا أمينة شنو يا حصة؟ إجابة صحيحة. أكيد إجابتك صحيحة. شكرا لك يا أمينة. واليوم أصدقائنا يا حصة كلهم مختارين الجملة. صحيح. بكرة إن شاء الله أصدقائنا يتصلون يختارون لعبة الحروف، يختارون ما هو. عندنا ألعاب وايد لكم أصدقائنا. وأمينة يا حصة كانت آخر اتصال في حلقة اليوم. حقا؟ إيه آخر اتصال. ولكن أصدقائنا بعد يقدرون يتصلون علينا بكرة، لأن إحنا موجودين من الساعة 4 لين الساعة 5. والحين يا حصة ايش رايك نشوف اصدقائنا؟ يا سلام، هيا الى نادي ساعة مرح. نشوف وياكم اصدقائنا، اصدقاء نادي ساعة مرح اللي انضموا لنا اليوم. واول صديقة هي هدفة محمد. تحب اللعب. هدفة محمد تحب اللعب. ومعانا الريم ومريم، شنو يحبون؟ الرسم والتلوين. الرسم والتلوين. ومعانا نورة محمد، شنو تبي تصير؟ دكتورة. ما شاء الله عليها. وبعد معانا عبد الله محمد، شنو يحب؟ كرة القدم. ونشوف بعد منه صديقتنا مريم حسين، شنو تحب؟ يا سلام، تحب الرسم والسباحة. ونشوف بعد منه من أصدقائنا محمد وعبد الله إبراهيم، شنو يحبون؟ يا سلام، يحبون كرة القدم. ما شاء الله عليهم. وآخر صديق مؤيد أحمد، شنو يحب؟ يحب القراءة. يا سلام عليه مؤيد. شكرا لكم أصدقائنا على اتصالكم، وشكرا على مشاركتكم ويانا وانضمامكم ويانا لنادي ساعة مرح. وكل أصدقائنا اللي اتصلوا علينا اليوم قالوا لنا أنهم يأكلون حلويات كوافي مرة مرتين في اليوم. فنذكركم قللوا من الكوافي، قللوا من الكوافي والحلويات على أساس أن تكونوا ناس صحيين وما تجيكم الأمراض اللي ممكن أن تسبب لكم السكر والسمنة وضعف المناعة. فنذكركم أن الحلويات والكوافي لها بدائل صحية مثل الفواكه. فشنو تقولين يا حصة في النهاية؟ سأكل مرة واحدة من الحلويات. حلو. وشو تقولين حق أصدقائنا؟ إلى اللقاء ونراكم غدا. نشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. انتظرونا وإحنا ننتظركم أكيد، وننتظر كل مشاركاتكم معنا. ومع السلامة.